اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. النهارده هنعمل صنف كده جديد ولطيف. هنعمل بصوا لحمه مفرومه كفته، يعني بس الكفته دي محشيه بيضه، والبيضه مسلوقه من 6 لـ7 دقائق. هقول لكم ازاي تسلق البيض طبعا. والله سأل البيت برضو، ما هو يعني له حدوته كده. المهم البيض بعد ما بتبقى مسلوقه كده وتتقشر بالراحه قوي قوي قوي، وبعدين تتلف بالبسطرمه، وبعدين تتحشي جوه اللحمه المتبله، وهنشوف ايه الحدوته دي تتعمل ازاي، وبعدين بانيه ونحطها في الزيت. طب تعالوا نشوف الدنيا فيها ايه. معايا لحمه مفرومه وفيها نسبه دهون 25%. اوكي، وبعدين معايا البسطرمه ومعايا البيض، وبعدين ده البيض والبقسماط بقى التاني بتاع البانيه، وبعدين معايا التوابل بتاعتها، توابل مجمعه، وحط معاها جواها شويه بقسماط صغيرين وبندق محمص ومصحون. اوكي، جوه اللحم تمام. وبعدين هعملها بانيه، وبعدين نقليها ونشوف هنعمل ايه في الحدوته دي. تعالوا ايه نشتغل مع بعض. هناخد اللحمه بدايه نحطها في بوله، وبعدين نتبلها. اوكي، شيل كويس ونتبلها. معايا ملح، شويه فلفل، والتوابل المجمعه بتاعتنا، يعني بيبقى فيها جوزة الطيب، بيبقى فيها كزبرة ناشفة، بيبقى فيها كمون وقرفة مجمعة كده مع بعضها. وبعدين طبعا كل ده هيتعمل بالإيد، بس بالراحة بالراحة، ونحط عليها شوية بقسماط. ليه البقسماط؟ علشان الدهن اللي جواها ما يخليهاش تفك. البقسماط إيه؟ يمسكها او يشرب الدهن اللي جواها لما تبتدي تسخن على النار، وبالتالي يحافظ على قوامها. ده بقى البندو ده للطعم مش لطريقه الطهي. بس الكلام ده بقى مع بعضه بالراحه كده، ولا واخدين بصل ولا واخدين حاجه، ملح وفلفل وايه والتوابل والبقسماط، ومعانا البندق. هناخد بقى ايه قطعه كده مثلا قد كده مثلا، هنشوف وهنفردها. فردها قوي. خدها في ايدي كده، وبعدين اعملها كده. ناخد بقى البيضه ونحط البيضه واقفل عليها. بسطرمه، خلي البيضه هنا، وهاخد البسطرمه اعملها ايه شرايح رقيقه كده مثلا. اوكي، اوكي، هبتدي بقى ايه الف البيضه بالبسطرمه، بشرايح البسطرمه كده تمام كده اهو. وده هيخليها البسطرمه دي لما تخش النار مع الكفته ومع الدهون اللي جواها، هبتدي طعمها يطلع معايا في البيض كده اهو. مش هتغطوها كلها، بس انا عايز ايه
الطعم بتاعها يبقى فيه البسطرمة. اوكي. بالراحة كده جدا. وايه ما تستعجلوش، اعملوا كل حاجة بإتقان، ما تستعجلوش خالص. اوكي كده اهو تمام خلاص كده. هي البيضة ايه في البسطرمة، هنحطها بقى ونبتدي نقفل عليها الكلام ده بالراحة كده. مش عايزين حتت تكون ايه تخينة وحتت مش تخينة، يعني في حتة شايفينها زيادة اشيلها. اوكي واقفل كويس. اوكي على جنب هنا كده. زيتنا يكون ايه مش حامي قوي لكن برضو مش ايه. اوكي كويس قوي. اجي بقى هنا كده اهو، خليها على جنب، طلع حته ورقه زبده عشان اعمل عليها البانيه. اوكي اوكي هنحطها هنا كده. وبعدين ادي ايه دقيق كما تعودنا. اوكي وبيضه كده اهو. ونربها. شوية ملح وشوية فلفل صغيرين. اوكي. شوية ملح على قدها، شوية فلفل برضو على قدها. وبعدين نعمل ده كده خلاص اهو. حلو جميل. خليني على جنب كده عشان اجيب البقسماط. اوكي وادي البقسماط. نعمل ايه بقى؟ خلاص نحطها بقى في البيض بالراحه برضو. ها كده هنعملها كده اهو في البيض من كل ناحيه. تمام. وبعدين نحطها على طول في البقسماط. نشيل بقى البيض ده، نغسل ايدينا الاول. اوكي يلا بقسماط بقسماط اهو. اوكي لو صحيت سيت انها محتاجه بيض تاني ممكن اديها بيض تاني، ولو اديتوها طبقتين من البيض والبصمات يبقى احلى الحقيقه، يعني تبقى احلى كتير لانه هتبقى ماسكه نفسها قوي وهتبقى احلى.
بس كده يا سيدي. عايز اخدها بقى ايه بالراحه كده بمعلقه وانزلها في الزيت. اوكي طبعا بغسل ايديا وارجع لكم كده اهو. نشيل الكلام ده بقى، ننضف الحدوته دي. دايما بعمله في على ورق زبده علشان اقدر بسهوله جدا انضف الدنيا. نعمل كده اهو. طبعا ده ممكن يتنخل تاني ويستعمل، ونشيله على جنب كده بس خلاص، وننضف الدنيا دي بقى قبل ما هي تبتدي ايه تقول. في معايا معلقه تانيه كده اهو. طبعا الزيت لو حامي قوي هتستوي من بره او هتتحمر من بره وهي لسه ما استوتش، فلازم الزيت بتاعي ما يكونش حامي قوي. يعني مثلا نقول ايه في المنتصف علشان انا عايزها اللحمه طبعا هتبقى سميكه شويه، فانا عايز اللحمه تستوي، ما تبقاش بس البيض شكله عامل ايه، قصدي البانيه شكله من بره مستوي وهو من جوه ناي، فتبقى النار بتاعتي واطيه شويه. اوكي يلا نشيل بقى الحدوته دي. خلونا بقى بعد كده نطلع فاصل ونرجع تاني نقول لكم ايه اللي هتتقدم ازاي والبيض بيتسلق ازاي. وخليكم معانا بعد الفاصل. بعد الفاصل اهلا بيكم بعد الفاصل وقد عدنا. تعالوا بقى ايه اللي طلعناها ونحطها شويه كده تستريح على ورق، وبعدين هقول لكم ازاي عملت البطاطس. شايفين البطاطسايه دي مثلا اهي، بطاطسايه اهي، وادي معلقه مخصوصه مغرفه صغيره قوي كده وفيها خرم من ورا. بنعمل فيها ايه بقى؟ دي مخصوص علشان نطلع الحاجه بالطريقه دي كده اهو. وبعدين ناخدها كده تطلع البطاطسايه بتاعتي مدوره ولطيفه. وعندكم حل من اتنين بقى، يا تسلقوها نص سلقه كده وبعدين تحمروها، يا اما تحمروها على طول زي ما انتوا عايزين. نقطع بقى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة ما تتكوش عليها. كده اهو انت واحدة كده. والتانية جنبها كده. وبعدين طلع البطاطس. برضو على ورق. بس كده. نسيب بقى النارنا دي. وناخد البطاطس جنبها كده اهو. وبعدين هنعمل بقى ايه سلطة. ايه السلطة بتاعتنا بقى؟ هنجيب جرجير ونحطه كده ايه تحت
اوكي كمان واحده. فرشه كده من الجرجير كده اهو. وبعدين ناخد كابوتشا مبشوره زي ما انتم شايفين كده. وبعدين فجل احمر مبشور. وبعدين هجيب طماطمايه واعملها كده. واخد اللب بتاعها. بس. كده اهو. احطه كده. وبعدين هنجيب، بصوا بقى لما بتضربوا الطماطم في الخلاط عشان تعملوا منها صلصة، لو سبتوها شوية هتبتدي تعمل تحت مية والمواد الصلبة تبقى فوق. أنا هاخد كده المية بتاعت الطماطم دي كده اهو، وأحطها حواليها. مش عصير طماطم، الميه اللي نازله من الطماطم بس. كويس. وبعدين احط لها شويه زيت زيتون صغيرين من فوق كده. بس كده. رشة ملح صغيرة. ودي سلطة معاها. وهي علشان فيها بسطرمة يبقى أنا هجيب شوية بسطرمة صغيرين وأعمل كده. في وسط ده كده اهو. وبعدين اخد واحده ثانيه من لب برضو الطماطم. احطه معاها. وشويه فجل جنبها. وشويه كابوتشا الناحيه الثانيه. اوكي. نبتدي نقدم الطبق بتاعنا بالطريقه دي ومعاها السلطه دي. وتعالوا بقى اقول لكم البيض بيتسلق ازاي. تغلوا الميه مع شويه ملح، فطبعا درجه حراره الميه بتعلى توصل مثلا ل 110. تحطوا البيض وتطفوا النار. تطفوا النار وتسيبوها 6 دقائق 7 دقائق حسب عايزينها مستويه قد ايه، عايزين الصفار شكله عامل ازاي من جوه والبياض شكله عامل ازاي. لو سبتوها لايك 4 دقائق هتبقى من 3 لـ4 دقائق هيبقى البياض فيه بس طبقه من بره هي اللي ناشفه، ومن جوه هيبقى البياض سايح والصفار طبعا سايح خالص. ودي عشان تتاكل لها كاسه معينه بتتحط فيها. اوكي. وبعدين بسكينه صغيره قوي كده باخدها خبطه صغيره من فوق وابتدي اقشرها بالراحه. طبعا هيطلع معايا شويه بياض ممكن. وبعدين بتتاكل بمعلقه صغيره قوي قوي زي المغرفه بس صغيره قوي قوي قوي، بتاكل بيها وتحطوا عليها ملح وفلفل زي ما انتوا عايزين. ده البيض الالاكاك او البريش. لو سبتوها 8 دقائق هيبقى البياض استوى والصفار من بره استوى، ومن جوه خالص في شويه صغيرين قوي يعني معسلين كده مش مستويين قوي. لو هي مثلا عملتوها لايك 6 دقائق
هتبقى الصفار من جوه طري. فلو حابين الصفار يبقى طري وينزل كده معاها، يبقى تحطوا البيضة 6 دقايق وتقشروها بالراحة قوي. البيض ده مسلوق 12 دقيقة فبيبقى ناشف من جوه. أكتر من 12 دقيقة يبتدي يعمل لون أخضر، مش أحلى حاجة. تمام؟ كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا. Thank you.